مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنشوف مع بعض مهارات جديدة وهنعمل وصفات بناء على طلب أصدقائنا الغاليين اللي طلبوها مننا. وهنبدأ بأول وصفاتنا، وصفة رقاق الطري كانت طلبتها مننا مدام منال، هنعملها النهاردة وهنعمل جنبها شوية كباب حلة كده لطيف. ونشوف كمان الحلو معانا النهاردة حاجة لطيفة وسهلة ومش بياخد كمية بيض كتير، لكن ينفع نستفيد بالوصفة دي في فواكه الصيف اللطيف. خلينا نقول بسم الله ونبدأ. أول حاجة هنقول الرقاق الطري. طبعا عندي نص كيلو من الرقاق الطري، عندي كوبايتين من مرق الدجاج، عندي معلقتين كبار من الزبدة، عندي كمان للحشو. طبعا الحشو حسب الرغبة، أنا دلوقتي هعمل حشو بالعصاج أو باللحمة المفرومة، حضراتكم تقدروا تعملوه بالفراخ، تقدروا تعملوه بالاجبان، بس انا طبعا هبدا اخد ميكس من الاجبان مع الحشو ده عشان دايما الرقاق الطري بيبقى متدلع شويه غير الرقاق التقليدي بتاعنا اللي احنا متعودين عليه بتاع زمان. طيب عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، وعندي بصله كبيره مفرومه، عندي ثلاث فلفل الوان مكعبات، زيتون اخضر اختياري حسب الرغبه، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، عندي كمان معلقتين كبار من الزبده، معلقتين كبار من الزيت، والسبع بهارات، رشة جوزة الطيب، ملح وفلفل. طيب احنا هنعمل عصاج عادي جدا، لكن هنضيف له شوية مكونات كده تدي طعمه حلو للوصفة بتاعت الرقاق الطري. ان انا النهاردة مش هعمله زي الصينية التقليدية اللي احنا متعودين عليه، احنا هنعمل النهاردة الرقاق الطري ده رول زي سندوتشات العيش الصاج او الشاورما اللي احنا بنحبها، علشان يبقى سهل حتى التناول بتاعه على السفرة ولطيف. وبعدين تقدروا تعملوا بقى منه اي حشوات متواجدة في البيت. اول حاجة اقول بسم الله، خد كده معلقتين زيت، بسم الله، وهاخد اول حاجة البصل، بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجة تنزل البصل، وبديها طبعا على طول رشة الملح والفلفل عشان اساعد المايه تنزل والبصلايه تتحمر حلو، رشه ملح وفلفل كمان بيدي طعم كده حلو للبصل، بينكه البصل بشكل لطيف. ناخد كده تشويحه حلوه، بسم الله، هاخد شويه بس من السبع بهارات كمان. الحاجات دي لما بتتشوح بتدي طعم حلو، البصله بتبقى منكهه جميل، واللحمه كمان لما بينزل بديله شويه من التوابل دي فالدنيا بتبقى جميله جدا. بصوا بقى، هاخد شويه من الفلفل الالوان، ودي اختياري بس بصراحه من الحاجات الجميله. كده كمان الفلفل الاخضر الرومي، اللي عايز يحط قرن فلفل مثلا ماشي مفيش مشكله، على حسب حضراتكم بتحبوا ايه. انا بحاول اسخن الحله الثانيه عشان لما نبدا في الكباب الحله تبقى الدنيا جميله. بسم الله، هنشوح كده تشويحه حلوه، وبعدين هبدا اخد اللحم هنا كده، ونبدا بقى ايه اهم حاجه على اللحمه على طول، رشه ملح ورشه فلفل وطبعا البهارات، السبع بهارات العاديه بتاعتنا، ورشه بقى جوزه الطيب، دي ايه بتدي تيست كده وطعم جميل جدا. هنقلب بقى تقليبه حلوه الحبه الحلوين دول. وانا لما هشيل عصاج زي ما قلت لحضراتكم هنشيله، بس ايه هنحتفظ بيه من غير اجبان، يعني انا مش هضيف الاجبان هنا على النار، انا هحطها وقت ما اجي احشي بس، فدي تبقى اضافه بسيطه. وهحتفظ بالعصاج زي ما هو، اذا انا عايزه اسيبه ساده من غير اضافه فلفل او حاجه، بس طبعا هو بيدي كده تيست حلو بالذات الرقاق اللي هو الطري ده. وهنشوف هنحشيه ازاي، ما بيحتاجش طبعا نسبه مرق كتير لانه بيبقى طري، فاحنا مش عايزينه يبقى معجن، عايزينه برده يبقى ماسك نفسه كده وجميل. بصوا بقى الحشوه هنا، شوية زيت مش كتير لأنه اللحمة كمان فيها نسبة فاتس أو دهون شوية بسيطة، فإيه دي كافية جدا كده. ونقلب بقى تقليبة حلوة كده،
مش هيبقى فيه سوائل كتير، اهم حاجه ميبقاش فيه سوائل كتير. طبعا عندي من المرق هخليه كده هنا في بوله، في بوله جنبي. بسم الله نضيف شويه مرق هنا. كده ده مرق الدجاج او اللحم اللي موجود عند حضراتكم، او لو في ماسوره لحم. عايزه اقول لكم احلى رقي تعمل على الماسوره ده، روعه. بس كده ايه، بعرف من ريحه اللحمه وانا بحمرها اذا كانت ناقصه ملح ولا لا. بس ده طبعا الواحد من كتر ما بيعمل حاجات كتير، في ناس ما بتدوقش على فكره، في ناس ضروري تدوق، سبحان الله، وكل واحد حسب ما اتعود. كده تقليبه حلوه. هنبدا بقى، هسيب بقى هنا ده شويه كده ياخد تشويحه حلوه، ونبدا. انا مسخنه الفرن عندي على حراره 180. بصوا بقى، ده الرقاق الطري اهو، جايبينه من عند الاماكن اللي هو المحل اللي بيبيع الايه، الكنافه والقطايف. المحلات دي هي اكتر، وفي ناس تانية مخابز بتعمله، بس انا معرفش بصراحه مخابز بعينها. لكن اهو ده شكله، شوفوا قريب من العيش الصاج قوي. ده الرقاق الطري، تجيب بس كده طبق كبير. ايه بسم الله، حط عليه الكميه دي عشان نفرد مع بعض. كده نقلب بقى تقليبه اخيره. شايفين الجمال، رشه فلفل دي مهمه قوي. بصوا بقى، الحرف بتاع الرقاق دايما هو اللي انا هحتاج قابله. لو هو مكلكع قوي، يعني احيانا بيبقى في الخبز نفسه بيبقى فيه ده تخين شويه، لو تخين ممكن ناخد منه حته، لكن انا ما بحبش اقص منه، فانا بحب انزله كده. شايفين ازاي؟ طرفه بس، المرق سخن، وهفرد وهحشي. طبعا الحشوه دي هجيب كده بوله وهبدا احط فيها من الحشو ده. بسم الله كده شويه كده، وهنزود عليهم شويه من الاجبان. عندي تشيدر اهو قد اللي هستخدمه بالظبط، وعندي شويه من الجبنه الموتزاريلا. وتعالوا بقى ناخد شويه من الميكس ده، واحد اتنين تلاته كده من الزيتون، مش كتير، وهقلب كده. وتعالوا بقى ناخد كده بالمعلقه شويه حلوين بشويه، حته الموتزاريلا الكبيره دي. بسم الله هنعمل كده هنا زي ما حضراتكم حابين. عايزين تدخنوها يعني تعملوها كلبوزه، تعملوها رفيعه شويه، اللي يريح حضراتكم. خلاص عندي بقى هنا بايركس. بسم الله خليني اشيل بس الزبده دي، احط هنا، وبعدين هاخد مسحه كده من الزبده، او ممكن كمان بمكعب كده، بصوا، او نقطه زيت زي ما تحبوا، بس انا عايزه اديها طعم كده. هعمل كده بمكعب الزبده هنا بس، عشان الرقاق بس يبقى فيه طعم، او معلقه سمنه لو انتوا عايزين. وبعدين هبدا اقفل الجوانب اللي احنا خدنا جزء منها بليناه اهو، شايفين دي بس كانت مشروخه، بس عادي اهي، وهحطها كده زي ما هي اهي، هضمها كده. وبعدين هاخد واحده تانيه، هنزل بس الطرف بتاعها الحرف كده، بس هو اللي في المرق عشان ده هو اللي يطرى معايا اثناء التسويه، لكن الورقه كلها مش محتاجه. بصوا كده. طبعا بشكر كل اصدقائنا اللي بيتواصلوا معايا الحقيقه من خلال الصفحه الشخصيه،
شيف عظيمة حمدي بالعربي، يبعتوا لنا أسئلة خاصة بالفقرات الطبية، وكمان اللي حابين يطلعوا معانا في قناة الأهلي. تحية لكل مشاهدي ومشجعي وكل الأهلوية. كده اهو هناخد تاني، هنكمل بقى الوصفة الحلوة دي. لازم الأطراف بس هي اللي تتبل، وبعدين لازم نشيله طري زي ما هو. تقدروا على فكرة تشيلوه هو محشي كده، مفيش مشكلة خالص، في الفريزر ويطلع على التسوية. تقدروا بقى تدوا على الوش زي ما انتوا عايزين. في ناس تحب تحط مثلا شوية كريمة، بيضايا مع شوية لبن صغيرين قوي، بس تمسحي مسحة على الوش، ان الرواية الطري مش محتاج سوائل، مش زي الناشف ممكن يعني ايه ناخد فيه اوقات كويسة. بصوا كده، هنقفل الناحيتين ونرول عادي جدا اهو كده اهو. اخر واحدة، بسم الله، طبقها زي المنديل كده. بتطبق منديل البدلة كده ولا اصغر من كده شوية؟ حاضر، نقفل بس الصينية دي قبل ما ايه نروح نطلع استراحة عشان نشوف الوصفة اللي جاية ان شاء الله مع بعض. بسم الله. طبعا عندنا، هفترض، فراخ مسلوقة، عندي بواقي شاورما، عندي اي حاجة حضراتكم شايفين ان هي تنفع للحشو هنحشيها، مش هيقول لا، بالعكس بتبقى من الحاجات الجميلة جدا ان انا احتفظ بحشو جاهز، يوفر عليا كتير مجهود وقت ما عاوز اعمل وصفة زي دي. شايفين بقى الاحرف اهي، هاخد كده كده. اللي على الوش بقى طبعا دول خلاص هيتشالوا تاني، هطبقهم وهشيلهم زي ما كانوا في الفريزر عشان استخدمهم وقت تاني، او هحشيهم بباقي الحشو وهشيلهم في الفريزر. هاجي هنا هاخد كده معلقه زيت، بسم الله، همسح بيها على الوش. ده زيت زيتون، اللي عايز يحط بقى معلقه زبده ماشي، اللي عايز يسيح زبده في المرق ويديها نقطه مرق، بس انا عايزاه كده يبقى مقرمش اهو، نقطه واحده بس من المرق كده، مسحه بس، مش محتاج هو نصب عليه مرق. احنا حتى الرقاق العادي لو حضراتكم تفتكروا عملنا فيه لوش واحد او كبشه واحده بس اللي صبناها على الصينيه كلها، وقلنا ده المعيار اللي يخليه طالع مقرمش وفيه طرقه. هاخد بقى البايركس ده هنروح على الفرن، بسم الله، هنحطه وهنسيبه ياخد له حوالي 25 دقيقه على حسب ما ياخد لون، او يعني يدينا اللون الحلو الجراتان. انا مشغله المروحه وال خليني كده اشغل المروحه وال كده، مظبوط كده، المروحه والفرن فوق وتحت. هنبدا بقى نقفل ونستعد بقى للوصفه اللي جايه، لكن هنستسمح حضراتكم، هنطلع استراحه ونرجع نبتدي الشوط الثاني بوصفه الكباب الحله، وصفه سريعه وجميله في انتظار حضراتكم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، هنبدأ مع بعض دلوقتي الشوط التاني. يلا بينا هنعمل كباب حلة بسيط وسريع. طبعا كباب الحلة حاجتين، في ناس تحب تحس فيه البصل بتقطعه جوليان، في ناس تحب تبشره يبقى مبشور أو يبقى مكعبات صغير، دي حاجة شخصية ترجع لحضراتكم. أنا هعمل شوية كده بالبصل، سخنت الحلة قوي علشان ياخد الصدمة ويبدأ يعني ياخد كده في التسوية بسرعة ويشبه يتكرمل سنة سكر اللي موجود جوه البصل الأبيض، وهنتكلم عنه كمان. البصل الأبيض ده برضو ليه فوائد كتير حلوة. طيب هاخد أول حاجة كده، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقتين زيت حلوين، وهاخد يا إما معلقة سمنة يا إما معلقة زبدة، ودي اختياري كده هنا، وهنزل بالبصل. بصوا بقى، اول حاجه ياخد حراره البان وايه، بسم الله، رشه ملح. معانا ام اسلام، يا صباح الفل حبيبه قلبي، صباح الفل، صباح
صباح الهنا. مني انا حبيبه قلبي. عامله ايه؟ مني اكثر يا حياه قلبي. عامله ايه يا ام اسلام؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ طمنيني عليكي. انا الحمد لله بخير طول ما انتم بخير يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، وحشاني مش قادره اقول لك قد ايه. يا روحي انت اكتر والله. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. مليون بوسه ليكي على الهوا. وميت بوسه ليكي والله. ربنا يخليكي ويحسن ما بين ايدك يا رب. كل سنه واسلام طيب وعبال مليون سنه في صحه وسعاده يا رب العالمين. يا رب يسعدك. ربنا يخليكي يا حبيبتي، دايما فاكرانا كده. لا انا ما اقدرش انساكوا ابدا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي لينا يا رب كده، ودايما منوره الدنيا كلها. تسلمي لي، منور بوجودكم حبيبتي. تسلم ايدك على كل حاجه. تسلم ايدك على الاكل النهارده، تحفه بجد والله حبيبتي. تسلمي لي يا رب وتعيشي. تسلمي يا قلبي. ربنا يخليكي لينا يا رب. امين يا حبيبي. وببعت لك تحيه ليكي ولكل اسرتك، وشكرا على مداخلتك وانك دايما تسمعينا صوتك الحلو ده حبيبتي. طيب بس المنديل ده، بصوا بقى هنزل كده البصل ده، هيخس خالص برضو وهيبقى للناس محبة البصل هتحب البصل. الناس اللي مش بتبقى قوي مع البصل، بصوا بقى انا هحط ورقة لورا كده واحدة او اتنين. البصل الابيض ليه فوائد كتير هنحكي عنها، والبصل الاحمر كمان، بس بنستخدم الاحمر اكتر في السلطات. رشة من بهارات اللحمة، اول 7 بهارات، رشة بسيطة من الكزبرة الناشفة. انا حطيت عود قرفة واحد لانه بيخلي كده ليه طعم حلو، وفي نفس الوقت يعني سبحان الله ايه، بيبقى طعمها خفيف، ما هوش زي القرفة البودرة تبقى قوية. خلينا نشوح اللحمة حلو. عندي بقى مية سخنة بتغلي اسخنها، او عندي مرق سخن اللي موجود عند حضراتكم. هنسقي بيه كباب الحلة وهنتابع. في ناس تحب تحط بعد ما يدخل في التسوية شوية الكباب الحلة، ويكون البصل مثلا متقطع مكعبات صغيرة، يحبوا انهم يقطعوا مكعبات بطاطس للتغميس كده، بتبقى لطيفة. او ساعات انا بحط معاهم كيس فيه شوية بسلة، شوية جزراية وبطاطساية، ويبقى مع الرز الابيض لو بنقدمه مع رز وشوية سلطة بيبقى الدنيا جميلة جدا، لو عايزينه كوجبة مستقلة يعني. اهو نقلب. بصوا بقى اللون بتاع البصل بقى عامل ازاي، هيدي بقى لون درجة كباب الحلة الحلوة. عشان أنا سخنت الحلة قوي، خليت البصل ياخد الصدمة دي عشان ينزل السكر، نسبة السكر اللي موجودة فيه. طبعا هنقلب تقليبة حلوة. طبعا البصل الأبيض فوائده لطيفة، ناخد بس كام حبة حبهان كده يعني، دي برضو اختياري. مختلفة عن الأحمر، لكن الأبيض غالبا بنستخدمه في الطهي. و نقلب تقليبة كده. طبعا هو في ناس كتير تحبه جنب الاكل، في ناس تحبه جوه الاكل، في ناس ما تحبوش، بس هو يعني البصل ده يقولك ايه، دايما لو واحده حاسس انه عايز يقوي مناعته كده، هو طبعا قوي جدا للقلب، قوي جدا للمناعه، لصحه العظم. عايزه اقول لكم كمان مضاد للالتهاب قوي جدا. الناس لما بتبقى حاسه انها شويه داخله على دور برد يقولك انا هاكل شوربه واخد بصلايه كده ممكن معصور عليها ليمون، تبدا الدنيا تبقى جميله. وعايزه اقول لكم البصل ده من الحاجات اللي بتنظم نسبه السكر في الدم بشكل جميل يعني. بصوا بقى كمان لازم تفركوا البصل ده لو هتاكلوه يعني جنب اكله، زي مثلا فتت العدس او مثلا بصاره او مثلا كشك او ما يعني، افركوه كويس قوي برشه كزبره، رشه ملح وفلفل، وشويه ليمون، وسيبوه شويه. حتى في ناس تحب لما تيجي تاكل ده جنب الفسيخ جنب الرنجه، تبقى حابه انها ايه، يبقاش البصل ليه طعم قوي في بقها يعني. طيب ننزل المقادير. المقادير احنا قلنا بصل، عشان نزل قدام حضراتكم تاني، عندنا بصل. بصل ده سواء شرايح او سواء مفروم مبشور زي ما انتوا عايزين. وعندي كمان اللحمه مكعبات، وعندي زيت او معلقه، انا حطيت زيت الحقيقه، او معلقه سمنه لو تحبوا. عندي ورقتين من اللورا بهارات اللحمه او بهارات 7 بهارات. عندي عود قرفه، وعندي كام فص حبهان بسيط وملح وفلفل.
قلبت. بصوا بقى اللحمه لما اللون بقى عامل ازاي، بدات تنزل السوائل بتاعتها اهي دي كده تمام. هبدا بقى ازود انا شويه من المرق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كباب الحله ده كان مشهور اكتر يمكن في حلب، مش مشهور عندنا قوي يعني. كان بصوا كده هنقلب تقليبه. حلب على فكره اكلاتهم جميله جدا، ليهم اكلات مشهوره كتير حلوه. وبصوا لون الميه او لون المرق، اللون ده من لون اللحمه ولون البصل اللي اتحمر، ما ضفناش لسه ولا اي حاجه ولا عملنا حاجه، هيطلع الطعم كمان جميل جدا. هنبدا بقى نسيبها كده ايه تستوي مع بعض، ممكن مثلا ايه ازود شويه كده، وبعدين هقفل بقى عليها الغطا ونبدا نسيب الكباب الحله ده ياخد كده مع بعض شويه. ممكن انقله، بس انا هستسمحكم انقله هنا عشان النار هنا اعلى، يبقى اعلى عشان ياخد ويدي. كل ما يغلي هبدا اهدي نار وهسيبه لما يستوي. كلما قلت الميه هضيف، لو عندي مرق فاضل هضيف مرق، ما عنديش هيبقى ميه سخنه بتغلي من الكاتل هزود عليها كده. هنقفل بقى نوضب ده، واسمحوا لنا بقى احنا ايه عقبال ما نبص كده على الرقاق، نشوف بصه على الرقاق كده مع بعض وحضراتكم معانا قبل ما نطلع في اي مكان. بصوا كده ده شكل الرقاق الطري اللي احنا عملناه وحشيناه زي سندوتشات الايه العيش الصاج. شايفين ازاي؟ اهو انا بالظبط هديله دقيقتين كمان وايه، وهبدا استسمح حضراتكم ان احنا نطلعه ونبدا بقى نسيبه يهدى ونقطعه ونقدمه في طبق مع بعض. هستسمح حضراتكم بقى نطلع لاستراحه ونرجع بقى للاكسترا تايم، نشوف هنعمل فيه وصفه لطيفه سهله، كيك سهل ببيضه واحده. الناس اللي مش بتحب تحط بيض كتير جوه الكيك، اقتصاديه وظريفه. هستخدم فيها كومبوت كان باقي عندي، حضراتكم تقدروا تستخدموا اي فاكهه انتوا عايزينها وتعملوها انتوا في الكومبوت او في المحلول السكري بتاعها، هتبقى جميلة جدا. ايا كان بقى كمثرى تفاح خوخ اي حاجة انتوا عايزينها انا هشتغلها ان شاء الله مع حضراتكم، هتعجبكم جدا وما بتاخدش وقت. نقدر نعملها في قالب كبير، نقدر نعملها في قوالب صغيرة، هنشوف ده مع بعض بعد الاستراحة في انتظار حضراتكم. ورجعنا مرة تانية لحضراتكم بعد الاستراحة. بصوا الرقاق انا سبت شوية كده كاملين وقطعت واحد لانه لسه سخن، عايز يعني يتماسك شوية زي ما حضراتكم شايفينه كده اهو. وهنا كباب الحلة سايبينه بقى ياخد، بصوا المية بتاعته بقت جميلة ازاي. على فكرة نقدر ناخد شوية، انا هعمل شوية من البصل والصوص ده هضربهم في الخلاط عشان اخليه الصوص يبقى ناعم وبني وحلو، مش هنحتاج يعني ايه نعمل حاجات كتير. بصوا كده الريحة بتاعته بصراحة حلوة قوي. اللحمة كمان مش تاخد وقت طبعا، على حسب نوعية اللحم اللي حضراتكم يعني مستخدمينها. طيب هنبدأ بقى، أنا ممكن أقدم ده هنا ده، وناخد معانا أم جوزيف. يا أهلا وسهلا. صباح العسل. صباح الفل عليكي حبيبتي، ازيك؟ ازيك يا قلب، عامله ايه؟ انا الحمد لله بخير طول ما انت بخير. تسلمي ايديكي، تسلمي ايديكي. الكباب الحلا انت عاملاه جميل. تسلمي يا حبيبه قلبي. طبعا ما انت جميله النهارده ومنوره يا قلب، ربنا يحميكي يا رب. الله يخليكي حبيبه قلبي، تسلمين يا ام جوزيف. بص ليا سؤال. ايه؟ بص هو سؤال وببعت تهنئه لاسلام، بقول كل سنه وهو طيب، يا رب عقبال 100 سنه يا رب. امين يا رب. تسلمي. انا جبت بطيخه وطلعت مسخه، شوف عظيمه. اعمليها بقى يلا ايس كريم. قولي لي طيب، قولي لي انا مش عارفه اعمل لها ايه. خشي على العصير او الايس كريم على طول. اولا بصي يا ريت، لا لو ايس كريم انا بحب الايس كريم طيب. احسن من العصير. خدي القلب بتاعها كله واضربيه في الخلاط وسيبيهم يسقعوا في الفريزر شويه، بس بعد ما تصفيها من البذر يعني، نضرب في الخلاط ونصفي خلاص. وبعدين حطيها في الفريزر تبقى ايه مجمده، وبعدين هنضيف عليها كريم شانتيه باودر. ولو عندك شويه كريمه ماشي، ما عندكيش مش مهم خلاص. واضرب سكر ولا حاجه يعني، ولا ما هو كريم شانتيه فيه سكر. لو انت هتستخدمي كريم شانتيه خام اللي هو بدون سكر، حطي ممكن ربع كوبايه سكر بودره ماشي بس. واضربيهم بقى مع بعض كلهم، هو متلج كده بعد يعني ما يبقى متلج. وبعدين حطيهم في علبه وحطيهم في الفريزر تاني، وكلي بقى احلى ايس كريم بطيخ. ربنا يخليك. عايزه تدعمي اللون ادعميه بنقطه الوان. لا هي حمرا، هي حمرا بس ملهاش طعم يا شباب عظيمه. ولو عايزه تعمليها عصير اعمليها، بس لازم تضيفي على العصير شويه ليمون، هتلاقيها خدت اللون كده برضه، بيبقى جميل ومنعش. بالهنا والشفا حبيبتي. صحه وهنا. صحه وهنا يا ام جوزيف، صحه وهنا على قلبك.
هنبدا بقى نحكي على مقادير الكيك. تعالوا بقى كده ايه نشوف ننزل مع بعض مقادير كيك سهل وبسيط. وده الرقاق اهو بعد ما طلعناه اللي كان معانا. وايه تسلم ايدك يا ابو حميد. احمد رشاد بجد بوجه لك تحيه، بوجه تحيه لكل اللي في الكنترول مخرجنا. والواد عاصم نزل رجله وراح باصص لي كده وقال لي ايه يعني منتبه مستني اقول اسمه يعني، انا لسه مش قايله لك عيد ميلادك سعيد. طيب بشكر رانيا بروديوسر البرنامج، بشكر هديه بروديوسر القناه، بشكر مخرجنا اللي موجود، وطبعا المصورين اللي كلهم موجودين معانا، واحمد وميشو حبايبي بجد للصوت يعني ناس جميله، ومحمود مصور، وتحيه لكل اهل بورسعيد. مين انا معلش عارفه الاسم، ولمبي طبعا مفتقدين، وطبعا حبيبتي ندى حبيبه قلبي، وشيماء اللي مطلعه عينيا الاثنين عشان مامتها تسمع وتعرف. ماشي هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ نعمل كيكه بسيطه جدا. بس بصوا انا هستخدم الكومبوت وهستخدم كمان ميته. حضراتكم لما تيجوا تعملوا حاجه فيها شربات مثلا، هنعمل مقرمشات، لقمه القاضي، انا ساعات باخد الشربات ده مش بس بستخدمه في الكيك والحاجات، لا باخده كمان احطه ساعات على مكان الشربات او السيرم، السيرب اسفه بتاع الكنافه او بتاع البسبوسه، بيدي طعم وتيست حلو قوي. فانا النهارده هستخدم شويه من الصوص ده او من عصير الكومبوت ده، وهستخدم الكومبوت الخوخ. طبعا تقدروا تستخدموا اي كومبوت تاني. طيب دي مربى بيتي، فاكرين لما عملنا مربات؟ دي مربى مشمش في البيت بيتي. بصوا ضربناها بقى بيوري بقت كده، شايفين؟ شايفين القوام مختلف ازاي؟ المربى البيتي دي احلى حاجه في الدنيا يا جماعه، وشايفين لونها هو غامق كده لان هي مشمش حقيقي. ودي بقى لها كتير من وقت ما عملناها، مش هديك حته. طعم المشمش حاجه تانيه خالص، وسكرها ما هوش كتير، نقدر نستخدمها بقى في الكب كيكس، نحطها جوه كيك، حاجه بنسب بسيطه يعني، نستغلها بقى ان احنا نعمل بيها سابليهات، بسكوتات، تارتات، حاجات جميله وبتقعد وقت. ودي معموله بعصير الليمون ومش محطوط فيها ملح ليمون ولا حاجه، وبتعيش والله بتقعد، المهم استخدامها يبقى صح. طيب انا بقى ايه هاخد كده اول حاجه نزل مقاديرنا. عندي الكيك او الكيك اللي شبه التارت ده، ممكن نعمله في قوالب التارت يبقى جميل قوي، ممكن نعمله في قالب عادي. عندي بيضه واحده، عندي نص كوبايه من السكر، فانيليا، كوبايه الا ربع من الزيت النباتي، نص كوبايه من الزبادي، كوبايه الا ربع من عصير البرتقال او من العصير اي كومبوت او اي عصير حضراتكم تحبوه، او ممكن مكانها نص كوبايه من اللبن او الميه مش فارقه، كوبايه ونص من الدقيق، معلقه صغيره من البيكنج باودر، رشه ملح، شرايح خوخ او اي نوع فاكهه حضراتكم تفضلوه، وللتزيين هحط مربة مشمش وكمان شرايح لوز. طيب هناخد كده البوله بتاعتي الكبيره، هاخد اول حاجه هكسرها هنا عشان اطمن انها سليمه. بسم الله. البيضه اهي معانا مدام منال من الجيزه، يا اهلا وسهلا. يا صباح الفل. صباح الفل على عيونك. اجمل صباح والله العظيم. حبيبه قلبي ازي حضرتك عامله ايه؟ جدا على الرقاق الطري، وفعلا سهل جدا جدا. بسيط والله، وهتعمليه من ايديك يبقى احلى كمان، ربنا يخليكي. عايزه اشكرك كمان بقى، يعني بصي شكر جامد جدا. ايوه على انت فعلا طبقتي المثل اللي بيقول لك احنا بنعمل من الفسيخ شربات. ايه قولي لي بقى بالنسبه للمربى، مربى البتنجان اسكتي، عملت فيهم مقلب بقى والله العظيم ما حد عرفها خالص يا شيف عظيم. طب انا والله دي شهاده اعتز بيها والله. والله العظيم بصي يعني انا في الاخر بعد ما كلوها فبيقولوا لي ايه هي دي مربى ايه؟ قلت لهم هي فواكه مشكله كده يا حبيبي، بس يعني حاطه فيها بلح. قالوا لي احنا حاسين البلح، انت جبتي البلح منين؟ يا حبيبي قلبي بالهنا والشفا. بعد ما كلوها وخلصوا تمام بقى يا شيف عظيم. يا حبيبه قلبي يا حبيبي. ده باذنجان. يا نهار ابيض. باذنجان؟ باذنجان ايه؟ هو انت عملتي باذنجان المخلل اللي عملتيه؟ قلت لهم اه والله العظيم. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. الحلقه بقى. يا حبيبه قلبي صحه وهنا. قولي ايه الشيف عظيمه طبقت فعلا المثل اللي أيوه؟ بيقول لك احنا عملنا من الفسيخ شربات. صح قعدنا نضحك ضحك والله النهارده، كنا جايبين في سيرتك الصبح يا حبيبتي والله. بيقول لي ايه اكيد هتقعدي تتفرجي على الشيف عظيمه، شوفي بقى النهارده هتعمل ايه. يا حبيبه قلبي تسلمي لي، تحيه ليه والله. ولاسرتك كلها بجد، يعني حلقه المربى دي كانت فعلا يعني قنبله. يا حبيبتي تسلمي لي يا رب، والله كلك ذوق يا مدام منال. شكرا حقيقة شكرا لثقتك يعني الغاليه والله. يعني وكمان اقتصاديه جدا. حبيبتي تسلمي لي.
بس انت تأمري والله. سعيدة طبعا بمكالمة حضرتك، وتحية لأسرتك جميعا والأولادك ولزوجك. شكرا جزيلا والله. أنا لو أقول لكم الرياكشن بتاع محمد اللي معانا، الولد بقول له إيه، بيقول يا شيف بس المانجا دي يعني ناشفة كده، ناشفة قوي يعني، لازم تطرى شوية عشان نعمل بيها، هو فاكرها هنشتغلها حلو. قلت له يا محمد المانجا دي، قال لي أنا قلت حطها في الميكرويف. قلت له لأ اوعى تعمل كده. قال لي ليه؟ قلت له احنا هنعملها مخلل. فالولد اتصدم، قال لي مخلل؟ اه طيب. سكت يعني مش قادر يقول حاجه قدامي. وبعد شويه يا محمد لازم نقشر البتنجان ده كويس عشان احنا هنعمل من البتنجان ده مربى. قال لي اه هنعمل من البتنجان مربى ومن المانجا هنعمل منها مخلل. قلت له ايوه يا محمد. انا سبته اللحظه اللي هو ادى الرياكشن ده، كلنا كنا واقعين على الارض من الضحك، لانه كان طبيعي جدا، هو فعلا بجد مش مصدق. بس بقى ما شاء الله الناس اللي دقت. ما تقول لنا حاجه يا ندى، انت اللي خدتي مربه البتنجان يا ندى. بيقولوا لي حلوه والله حبايبي والله، تسلميني. طيب بصوا بقى انا عايزه اقول انا عملت ايه. طبعا اما حبايبي بيتصلوا بيا ببقى سعيده بالمكالمه جدا. طيب انا حطيت البيضه وحطيت معاها الفانيليا، حطيت نص كوبايه السكر، ضربتهم كويس قوي 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 مع بعض لما افتح لونها قوي قوي زي ما حضراتكم شفتوا. وبعدين نزلت بالزبادي، قلبته كويس جدا. وبعدين نزلت بيه نص كوبايه او كوبايه الا ربع من الزيت النباتي اللي حضراتكم ايه شفتوني حطيته. دلوقتي بقى هجيب الدقيق على بيكنج باودر كده ورشه الملح كده، ده اللي هو ايه يا حبيبي. طبعا البيض ده عايزه اقول لكم بديل بروتين عالي، يعني ممكن احنا في حاجات كده ايه في الفطار او مع السلطه او الناس بتعمل دايت، مهم قوي موضوع البيض ده لانه مفيد جدا، كالسيوم وللعظم وبيحسن الذاكره، بيحسن كمان الرؤيه في العين. وعايزه اقول لكم في اكتر من فيتامين، وعايزه اقول لكم كمان انه بيتعمل بيه ماسكات حلوه قوي قوي للبشره. الناس اللي بشرتها جافه بتحط البياض، الناس اللي بشرتها دهنيه بتحط الصفار، الناس اللي بشرتها عاديه بتحط بيضه كامله، وبيحطوا معاه معلقه بن. بيعملوه في السودان ماسك حلو قوي على الوش بس حوالين العين ما تجوش ناحيتها، وبعدين بيفركوه بيبقى زي السكراب كده وبيبيض وبيبقى جميل. وبعدها اعملوا بقى ميه ورد ساقعه بيبقى رائع. طبعا الزبادي هايل للجسم وللبشره، وكمان البكتيريا اللي فيه. بصوا بقى اي حاجه فيها كالسيوم فيها يعني تقويم كده للعظام والاسنان والحاجات اللي احنا محتاجينها، كمان محصن للهضم جدا الزبادي. تعالوا بقى، تعالوا بقى كده، يا سلام يا سلام. ماشي يا سيدي، بصوا بقى انا هاخد كده شويه، انا الحقيقه مش عاملاها كيك عاليه، يعني هي مش عاليه ككيك، هاخد يعني شويه كده، هاخد بقى ايه، ممكن اخد مسحه كده من الزيت النباتي بس، بسم الله. واللي عايز يضاعف المقدار ويخليها اعلى مفيش مشكله، نعمل بيضتين ونعمل مثلا بدل كوبايه ونص ثلاث كوبايات دقيق، ماشي، بس اقسموها برضو على اتنين هتبقى لطيفه جدا. بصوا بقى هاخد الخليط ده ليه بقى انا قلت تارت؟ لان هي ما بتبقاش عاليه قوي زي خليط الكيك المتعارف عليه، بس بتبقى جميله بصراحه. يعني كل ما نحس ان احنا مش عايزين ناكل حلو كتير اعملوه، قننوا الكميات، هتلاقوا نفسكم ايه القطع اللي بقينا ناكلها او الكميه ما بقتش كبيره وبقت احسن. طيب هاخد كده، ومعانا زينه حبيبه قلبي. ازيك يا سيف؟ عامله ايه؟ يا روح قلبي انت وحشتيني قوي. وحضرتك كمان، انا كان لسه بقالك يجري الان تسجيل هذه المكالمه. الو، لقد انتهى تسجيل المكالمة الآن. يا ليه كده؟ حاولي كلميني تاني يا دودي، انت وحشتيني، انت نورتي قناة الأهلي والله يا زينة، نورتينا بصراحة. بصوا كده شايفين بقى كده، بصوا بقى الخوخ ده أساسا رائع للجهاز الهضمي ورائع للأنيميا ومهم للبرد. عايزة أقول لكم في شوية نسبة حديد حلوة جدا. تعالوا بقى ناخد كده، بصوا بقى انا هاخد كده هعمل كده، ممكن نعملها كده ورا بعض وندخلها بقى حراره 180. بسم الله،
ده تقدروا تعملوا الخوخ ده كومبوت بقى اعملوه. احنا قلنا الطرق الاساسيه بتاعت اساس اي كومبوت، الميه بتاعت الكومبوت او السيرب بتاعه ده ما ترموهوش خالص اهو. هقول لكم رائع كده، شرايح لطيفه في الكيك. ماشي، انا ممكن احط كمان شريحتين كده هنا، واحده تعالوا بقى ندخلها الفرن على حراره 180، هتاخد لها حوالي ربع ساعه. هي مش عاليه قوي، مش كبيره قوي، ضخمه يعني. بسم الله اهو، ونوري برضو حضراتكم شكل. حاضر اهو اهو اهو. وتعالوا بقى نشوف ايه بيطلع. بصوا ما تشغلوش شوايه، هنبقى فرن ومروحه علشان تطلع مظبوطه. وخليني انا كمان اشغل فرن ومروحه اهو. طيب وهنقفل بقى وناخد مدام ميرفت من القاهره. يا اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي مدام ميرفت. منوره والله حضرتك. يا رب سعيدك يا فندم، تسلمي. ازاي حضرتك؟ انا بخير حبيبتي، اهلا بيكي. ممكن اسال سؤال بره شويه؟ اتفضلي يا حبيبه عمري، اتفضلي. اول حاجه كل اللي بيتفرجوا علينا يدعوا للاهلي ربنا ينصره ان شاء الله باذن الله يا حبيبتي. تاني حاجه بقى كنت عايزه اقول يا رب يا رب يا حبيبتي يا رب ربنا ينصره في كل الالعاب يا رب. امين امين يا رب. بقول لحضرتك دلوقتي انا لما باجي معلش بره الحاجات الجميله، نشكر حضرتك قوي على الحاجات الحلوه اللي بتعمليها. تسلمي يا مدام ميرفت، قولي يا حبيبتي. فدلوقتي كنت عايزه اسال حضرتك ليه لما باجي اعمل خيار مخلل ساعات بيحمض ويعمل ريم وحاجات كده. حلو، فعايزه حضرتك تعرفيني حاجه كده. عينيا عينيا. طيب الخيار المخلل عينيا ليكي، عينيا عينيا ليكي مدام ميرفت. انا هقول لحضرتك بعد ما تقفلي اسمعيني، هقول لك على كذا حاجه ملحوظه مهمه قوي. تسلمي لي وشكرا لمداخله حضرتك ولدعوتك الجميله للنادي الاهلي. شكرا ليك وكل متابعين قناه الاهلي في كل مكان. طيب بصوا الكباب الحله، بصوا بقى البصل بقى يخس، بيخس خالص وبيبقى عامل ازاي، واللون الكباب الحله بقى جميل ازاي. في ناس تحب تتخن الصوص ده، انا بصراحه ما بحبش، انا بحط بطاطايه مكعبات ساعات وايه وشويه رز كده ويبقى رائع جدا. مدام ميرفت احنا الخيار مهم، اهم حاجه بنغسله وننشفه كويس. وبعدين البرطمان اللي هنعمل فيه لازم يكون برطمان معقم وكويس جدا هو والغطا بتاعه. ابسط طريقه يعني ان انت تعقمي، تحطي شويه خل وتقفلي البرطمان بالغطا وترجيه حتى الغطا كمان يتعقم، وبعدين تنزلي منه الخليط ده عشان تبقى على الاقل دي اقل تعقيم فيه. طيب الخيار يعمل ريم في حاله واحده، اولا لو الملح بتاعه قليل يعمل ريم، ثانيا لو استخدمنا معلقه وحطينا ايدينا فيه عشان نجيبه هيعمل ريم، فعشان كده لازم ما نلمسوش. والاداه اللي هنستخدمها واحنا بنجيب المخلل لازم تكون جافه تماما، ما فيهاش نقطه ميه، مش هجيب معلقه واقول لسه شطفها واخد منها، لا ما ينفعش، يعمل ريم فورا. وبعدين احنا بنحط له معلقه سكر تساعد على القماشه وماده حافظه برده، لكن مهم قوي ان احنا نخلي بالنا من موضوع ان هو ما يعملش ريم بسبب ان احنا بناخد من البرطمان او ناكل مخلل ونرجع اللي كان في الطبق تاني للبرطمان، ده مش كويس برده يعني. دي من ضمن الحاجات اللي بتسبب ايه فساد المخللات، دي مهمه قوي. حتى المربات على فكره بنتعامل معها بنفس الطريقه، مهمه جدا. ليه؟ علشان برده ما تفسدش وتعفن، دي مهمة. وبعدين احنا طبعا لازم نغطي البرطمان، تخلي المية اولا اهم حاجة، اغلي مية وسيبيها لما تبرد تماما. لازم المخلل يتعمل بمية معقمة، يعني ما ينفعش اخد مية من الحنفية واحط عليه، لا اغلي المية في الكاتر واسيبها لما تبرد تماما وبعدين استخدمها، هي كده مية معقمة. دي حاجة لازم اغطي وش البرطمان، ما سيبش فيه حتت يعني باينه، لازم يتغطس كله تحت، واقفل بكيس او بكلينفل واقفل الغطا كويس عشان ما يدخلوش اي هواء ولا اي حاجه تفسده برده. دي اهم الحاجات اللي احنا محتاجينها علشان الايه المخلل بتاعنا يبقى جميل. وتكليب الف صحه وهنا على قلبك. طيب هاخد بقى ادور على لوش كده. حلو، احنا شفنا الكيك اخباره ايه، يعني استعرضنا الكيك ولا لسه عشان نشوف شكل الخوخ وهو سليم. مخرجنا بعد اذنك استاذ شوارب ربنا يبارك فيك.
هنشوف الكيك هو مش عالي بس بصوا علوه برضو مقبول ازاي جميل ازاي. انا مسحت الجناب دي بمربة مشمش اللي وريتها لحضراتكم دلوقتي وحطيت شرايح لوز كده جميلة، وفي النص ده الحشو اللي احنا حطيناه، مش حاطين اي حاجة غير شرايح الخوخ. ولو عايزين تخفوا الخليط تحطوا له نص كوبايه من السيرب بتاع اللي هو الكومبوت، مفيش اي مشكله خالص، حاجه ترجع لحضراتكم. انا بس عشان اكتفيت ان نسبه السكر تبقى قليله نص كوبايه، ونبقى ما استخدمناش سكر كتير، ما استخدمناش غير بيضه واحده، عملنا كيك لطيف من بضايه كوبايه ونص من الدقيق، يعني مقادير بسيطه متوفره وتاكلوا منها حاجه جميله. انا الحقيقه بصوا هصب بقى الايه الكباب الحله ده، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عود القرفه ده بيعمل جو رائع رائع الحقيقه، ورق اللورة كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا كده الله، بصوا بقى الله، الحقيقه جميل جدا. البصل ده مفيد جدا، عايز اقول لكم في ناس كانت تسلق البصل القورمه او البصل العادي وتعمل منه شوربه كده، تاكلها شوربه من غير ملح من غير حاجه، بس فيها منكهات يعني، فيها ورق لورا، فيها فصين حبهان، يقول لك معالج للاكتئاب وينقي الدم جدا من الشوائب. فالبصل جميل جدا ومسلوق كمان مفيد، فكنا ان احنا ناكل وصفه جميله فيها نسبه بصل حلوه مفيش مشكله. بصوا ده الكباب الحله، بصوا بقى الصوص بتاعه عامل ازاي. في ناس تحب تقل الصوص ده مثلا بمعلقه دقيق، انا بصراحه ما بحبش، بسيبه كده بيبقى جميل. شايفين لونه ازاي، لون اللحمه الطبيعي، ما احتاجناش نعمل حاجه، البصل بس وصلنا لمرحله انه اتكرمل بس في درجه حراره الايه الحله اللي احنا ضفناه فيها علشان كده طلع نسبه السكر الموجوده فيه. واتفقنا ان البصل الابيض دايما للطهي، يعني دايما للايه اللي احنا نحطه على النار، البصل الاحمر اكتر للسلطات. وناخد فراوله من اسكندريه. يا فراوله اهلا، يا فراولتي يا زوزتي، اهلا 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 يا روح قلبي. انت عامله ايه يا زوزو؟ انا عامله ايه، انا عامله كباب حله النهارده ورقاق طري. بألف هنا وكيف تبعتي لي طيب رقاق طري؟ يا نهار من عندي قبل العندي. عامله ايه يا زوزو؟ الحمد لله، وحشتيني يا فراولتي. وانت اكتر والله. بقول لك انا عايزه ابعت تهنئه. ابعتي فورا. إيه ابن اختي؟ ايوه. اسمه ايه؟ حماده مسعد. حماده مسعد امبارح. ما شاء الله. عايزاكي تهنئه على الهوا. أنا بهنيك يا حمادة يا مسعد، يعني ألف ألف مبروك وتهنية كلها ليك من مهارات عظيمة عشان خاطر عيونك. الله يبارك فيك وعقبال ما تتفعل ولادك. أمين يا روح قلبي، تسلميلي. أمين وكل السامعين يا رب العالمين. الله يخليكي وتسلم إيدك يا زوزو. حبيبتي تسلميلي فراولتي، نورتيني وشرفتيني. الله يخليكي يا زوزو. تسلميلي يا حبيبتي، في حفظ الله يا فراولتي، وتحية لكل أهل اسكندرية والفراولة ولكل أصحابها، كمان حاجة هدى في بورسعيد. ما بنساش كل حبايبي والله، تحيه لحضراتكم طبعا وبشكركم جدا على التواصل وشكرا جزيلا على الاهتمام. طبعا كل اصدقائنا اللي ليهم اي اسئله لينا في الفقرات الطبيه الخاصه يعني طبعا تحت امركم، النهارده هنجاوب على بعض منها في الفقره الخاصه بالفقره الطبيه، وهيبقى معايا دكتور ريهام الحياوي ان شاء الله، فقره جميله هنتكلم فيها على موضوع مهم جدا. النهارده يعني انا بتلقى كل الاسئله علشان نجاوب عليها على مدار الاسبوع في تواجدنا، وهنزل اجاباتها ان شاء الله على الصفحه برضو لحضراتكم فيديو او سواء لينك الحلقه او الفيديو، ان شاء الله تلاقوا الاجابات اللي حضراتكم عاوزينها. بشكر، اسمحوا لي برضو اشكر من مكاني في قناه الاهلي الرئيس عبد الفتاح السيسي للتغيير اللي حاصل، لانه انا اتمنى ان اللي جاي يبقى احسن. في تغيرات كتير جدا، التغيير الوزاري اللي حصل انا شايفه ان هو حاجه جميله جدا جدا، ان شاء الله نتمنى ونامل انه يبقى التغيير للافضل ويبقى لمصلحه الولاد، لانه دي حاجه كانت مأزمه ناس كتير اولياء امور كتير الفتره اللي فاتت. اتمنى ان شاء الله نبقى دايما للافضل والاحسن والاحسن، ويبقى اللي موجود قائم على رياده المجالات المتعدده في الدوله يبقوا ناس بجد كفء للمسؤوليه وللثقه وللامانه. فبشكر حضرتك شكرا جزيلا. طبعا انا دلوقتي عملنا ثلاث وصفات، عملنا الرقاق الطري عشان خاطر مدام منال، وعملناه بطريقه بسيطه وسهله علشان يعني ما نتضايقش، تقدروا تحشوه باي حشوات متواجده عند حضراتكم او بواقي حشوات باقيه عندنا.
عملنا كباب الحله بطريقه بسيطه وسهله، عملنا الكيك اللي اتفقنا هو اقتصادي بيضه واحده، وعملنا فيه شويه فاكهه، وتقدروا تعملوا ده في البيت بكل سهوله، مش شرط يكون الكمبوت، بس خلوا الفاكهه تاخد غلوه في السكر والميه، نعمل محلول سكري ونحط فيه الفاكهه وتاخد غلوه فيه، ونبدا نرصه في الايه الكيك. طبعا يعني الوقت هنا في المطبخ بيعدي بسرعه، اكتر حاجه بتسعدني مكالمات حضراتكم، استفساراتكم، مداخلاتكم، دعواتكم الجميله. بشكرك يا زين على مكالمتك، كان نفسي اسمع صوتك، لكن هستنى تليفون منك تاني يا حبيبه قلبي. معانا مين؟ هبه. عظيمه، ازيك يا جميله؟ اهلا وسهلا يا روح قلبي. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله، الشاشه كلها ربنا يبارك لك. يا رب يسعدك حبيبتي، تسلم ايديكي على الرواق ده، جميل جدا ما شاء الله، يعني حاجه هايله. عايزه بقى جلاش باللحمه المفرومه بقى بتكته صح، لان بعمله ساعات بيطلع مني ناشف. من عيني يا روح قلبي. حاضر، ربنا يبارك لك. عينينا ليك يا هبه، تسلمي لي. ربنا يخليكي، شكرا يا جميل، منوره دايما يا حبيبتي. تسلمي، نور بوجودكم حبيبتي، شكرا لمداخلتك في حفظ الله حبيبتي، شرفتينا ونورتينا يا هبه. بشكر طبعا حضراتكم، وطبعا احنا هنبدا بقى دلوقتي نستعد علشان نطلع الاستراحه، ونستقبل فيها ضيفتنا اللي هتكون مشرفاني نوراني فقط طبيه، موضوع جديد ان شاء الله خاص بحضراتكم طلبتوه هنتناقش فيه ان شاء الله، دكتور ريهام الحياوي، في انتظارها بعد الاستراحه، مستنيه حضراتكم.